السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الأستاذ أحمد ماهر مدرس مادة التاريخ المرحلة الثانوية في برنامج الحصة. النهاردة معانا درس هو الفصل الأول من المنهج بتاعنا اسمه الحملة الفرنسية على مصر والشام 1898-1801. الحملة دي جت مصر بقيادة واحد اسمه نابليون بونابرت، اسمه إيه؟ نابليون بونابرت. بس أما أخش في تفاصيل الحملة وأعرف إن الحملة دي أصلاً جت مصر، لازم نعرف ان الحمله دي ما كانتش اول حمله تيجي على مصر، لا او مش اول محاوله لمحاوله فرنسا في الاستيلاء على مصر. سمعنا محاولات ثانيه. المحاوله الثانيه دي كانت في عهد مين؟ بدات في عهد واحد اسمه لويس ال 14. كان في محاوله ثانيه في عهد واحد اسمه لويس 15. الثالثه كانت في عهد لويس ال 16. الثلاثه جم ورا بعض في الحكم، حكم فرنسا. والتلاتة فكروا في الإصلاح على مصر، لكن كل واحد من التلاتة كان ليه هدف مختلف عن التاني تماما. بمعنى إن لويس الـ14 بيفكر يجي مصر لضرب المصالح الهولندية بدعوة بالهند التي تمر عن طريق مصر. فرنسا كان ليها تجارة، أو هولندا كان ليها تجارة في الهند. التجارة دي لما بيبعتوا بضايع او سفر رايح جاي او حجاب رايح جاية بتمر عن طريق ايه؟ عن طريق مصر. فلويس الـ14 فكر ان هو يستولى على مصر عشان يضرب مصالح هولندا التجارية. عشان يضرب مصالح هولندا الايه؟ التجارية. يبقى هنا هدفه كان هدف سياسي او عسكري. كان هدف ايه؟ عسكري. عشان كان جاي في الامتحان يقول لك فكر لويس الـ14 في الاستيلاء على مصر لهدف عسكري سياسي اجتماعي اقتصادي، يبقى هدفه كان ايه؟ كان عسكري. طيب لويس ال 15 بقى، لويس ال 15 ما فكرش بطريقه عسكريه، لا هو اللي كان مختلف عن الباقي، لانه فكر استخدام الطرق الدبلوماسيه. ازاي الطرق الدبلوماسيه؟ ان هو ارسل للسلطان العثماني طلب منه التنازل عن مصر. أربع سنوات عثماني قال له تنزل لي عن مصر في مكان ايه؟ مكان تاني، او هديك تمام فلوس هشتريها من مصر. استخدم الطرق الايه؟ الدبلوماسيه. برضه هنا ممكن يجي لك سؤال يقول لك استخدم لويس 15 طرق سلميه عسكريه حربيه عدائيه في الاستيلاء على مصر او السيطره على مصر، تبقى ايه؟ طرق سلميه. طيب لويس 16، لويس 16 فكر في الاستيلاء على مصر لتسهيل مرور تجارة فرنسا إلى شرق آسيا بالمرور من مصر بدلا من رأس الرجاء الصالح. طب ليه؟ ما أنا كنت ماشي من هنا، إيه اللي يخليني أخش بلد تانية وآخدها؟ ما أنا عندي فكرة ماشي فيه، لأن الطريق ده كانت إنجلترا مسيطرة عليه، والمعروف اللي كان فيه عليها من إنجلترا وبين فرنسا. ففكر ان هو يشوف طريق تاني تمر منه التجاره بدل قرار راس الرجاء الايه؟ الصالح، وهو مصر. يبقى لما اجي اقول لك لويس 16 فكر في الاسلام على مصر لاسباب عسكريه اقتصاديه اجتماعيه علميه مثلا، على طول اسباب ايه؟ اقتصاديه، لانه كان هدف اقتصادي، عاوز ايه؟ طريق تجاره، عاوز سهل طريق تجاره، ما بقاش عاوز راس الرجاء الصالح طبعا احنا عارفينه، راس الرجاء الصالح مثلا قلنا ان هو ده طريق راس الرجاء الصالح، هو دي افريقيا بس اللي احنا عارفين راس الرجاء الصالح دي كده اهو كده 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 مر الهند كده اهو. فانا بلف كده قال لك لا انا اجي كده على مصر، ومصر على البحر الاحمر، البحر الاحمر على الهند. فكر ان هو كده بدل ما يجي ليه للطريق ده. وبعد المحاولات دي جت حمله الرابعه، كانت الحمله الفرنسيه على مصر 1798. وبكده نكون خلصنا وعرفنا المحاولات التي سبقت الحملة الفرنسية على مصر 1798، وعرفنا الأسئلة اللي ممكن تيجي عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.